مثلا مع فريق النادي الاهلي بشكل مختلف، لان دي مباراه كاس، لازم نحط فرق ما بين مباراه الكاس ومباراه الدوري والتعامل معاها في الملعب والشكل الخططي دايما باستمرار. ده طبعا فريقنا وهو مغادر فندق الاقامه متجه على ملعب الجيش ببرج العرب. اعتقد يعني ان شاء الله كل التصميم على وجوههم في هذه المباراه والفوز بهذه المباراه. اكيد كابتن حسام حسن وكابتن حسام البدري ايضا، واحنا بنتعامل زي ما بقول لكم مباراه الكاس غير مباراه الدوري، فبالتالي النهارده المباراه بالنسبه لك زي ما بقول لك بست نقاط وليس بثلاث نقاط، التعامل معاها هيكون ازاي؟ هو ده اللي احنا هنشوفه من خلال الملعب، وهيكون طبعا معايا ضيوفي في الاستوديو بعد قليل كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي، هنشوف الشكل الفني وتوقعاتنا لهذه المباراه ممكن تكون ماشيه ازاي بالشكل الفني، واعتقد انها هتبقى مباراه مدربين والتنفيذ هيكون من خلال طبعا اللاعبين بشكل قوي وكل واحد وقدراته ومهاراته. لكن نروح لفريقنا، فريق النادي الاهلي هو الاجهز، هو الافضل في على المستوى الفني بالنسبه للفرق المصريه. عندنا مجموعه من اللاعبين، عندنا 25 او 30 لعيب على اعلى مستوى، رجوع او كان التخوف مثلا من عدم مشاركه حسام عاشور او يبقى موجود في القائمه، لا احنا عندنا حسام عاشور رجع، كان في تقل في العضله الضمه ولكن حسام عاشور موجود، يعني اللاعبين اللي انت بترتكز عليهم بشكل كبير موجودين مع النادي الاهلي النهارده. انا عايز اقول لكم القائمه عشان برضو ايه نبقى واحنا بنتكلم على اللاعبين ان شاء الله يبقى احنا عارفين مين الموجودين ان شاء الله في قائمه النهارده. محمد شناوي واحمد عادل ورمضان مصطفى ده حراسه المرمى، ايضا احمد فتحي وسعد سمير وايمن اشرف ومحمد نجيب وصبر رحيل ومحمد هاني، دول خط الدفاع. اما خط الوسط فحسام عاشور وعمرو السوليه، اكرم توفيق، عبد الله السعيد، وليد سليمان، ومؤمن زكريا، احمد الشيخ، جونيور اجاييه، وباكا ماتشيمبي، طبعا دول في خط الوسط ايضا. اما الهجوم فاحمد ياسر، ريان، وليد ازار، وعماد متعب، واسلام محارب. طبعا في بعض اللاعبين هيكونوا بره هذه التشكيله وهيكون في 18 لاعب موجود سواء بقى كاساسي 11 لاعب اساسي وسبعه احتياطي، ولكن زي ما بقول لكم كابتن حسام النهارده عنده مجموعه من اللاعبين، سواء بقى اللاعبين اللي ممكن يكونوا يعني عوده محمد نجيب دي حاجه ايضا لخط دفاعنا مميزه، حسام عاشور اللي كان فيه كلام ان هو بقى مش متواجد الحمد لله ايضا متواجد، هنشوف كابتن حسام هيتعامل معاه ازاي، تالق عبد الله السعيد في الفتره اللي فاتت، وطبعا ماتشيمبي اللاعب المميز اللي احنا متوقعين ليه بشكل كويس في الفتره القادمه هيكون من احد اللاعبين المميزين في خط الهجوم، كل ده مهم جدا ايضا بالانضمام لاحمد ياسر ريان وعماد متعب واسلام محارب، لعيبه مميزه مع وليد ازارو في الشكل الهجومي، وهو ابرز الخطوط عندنا، الخط اللي هو الثلاثي اللي تحت راسات الحربه او راس الحربه، وبالاضافه طبعا لراس الحربه سواء بقى بيكون وليد ازارو او متعب او اسلام محارب، لو كابتن حسام بيفكر يلعبوا اعتقد ان احنا عندنا اقوى خط هجوم في هذا الدوري. حتى الان احنا احرزنا 13 هدف وعلينا 3 اهداف فقط لا غير، بالمقارنه باي فريق اعتقد ان عدد الاهداف اللي دخل في النادي الاهلي قليل جدا. طبعا احنا لعبنا 6 مباريات حتى الان، عندنا 4 مباريات مؤجله، نادي المصري لعب 10 مباريات، فاز في 7 وتعادل في 1 وخسر في 2، له 15 هدف وعليه 7 اهداف ورصيده من النقاط 22 نقطة، أعتقد أن هو يعني السنة دي أيضا بيستكمل النادي المصري مسيرته بشكل مميز في هذا الدوري الممتاز الموسم 2017-2018. لكن وإحنا بنتابع كده فريقنا متجه إلى ملعب المباراة، حسام حسن وتفكيره في هذه المباراة بيبقى مختلف، دائما بنشوف أن هو بيتعامل مع النادي الأهلي بشكل مميز جدا. طبعا عنده مجموعة من اللعيبة وإحنا بنتكلم فيها وهنتكلم طبعا مع ضيوفنا فيها، يعني بيأدوا له هذه المهمة خصوصا لما بتيجي تلعب النادي الاهلي، كذا كذا سيناريو ممكن تفكر فيه، يعني كابتن حسام دائما لما كنا بنتكلم معاه يقول لك عايز تكسب النادي الاهلي مثلا، ده تفكيره يعني، هاجمه من الاول. ولكن هل القدرات اللي موجوده دلوقتي عند كابتن حسام حسن والقدرات اللي موجوده عند النادي الاهلي وكابتن حسام البدري، هل تخلي كابتن حسام حسن يفكر في هذه الجزئيه؟ لا، ما اعتقدش ان هذه الجزئيه ممكن تكون موجوده. يعني عنده طبعا حراسه المرمى ماشيه بشكل كويس، احمد بوسكك في حراسه المرمى من اليمين الشمال، ده ممكن يكون تشكيل متوقع النهارده لحسام حسن في النهارده للمباراه، مصطفى علي واسلام صلاح واسلام ابو سليمه وكريم العراقي، خط الوسط ممكن يكون فيه عمرو تسوقي وفريد شوقي واحمد شكري وعبد الله واحمد عبد الله وشيخ مكورو، وامامهم طبعا هداف الفريق احمد جمعه اللاعب المميز والفرود القناص. فبالتالي
حسام حسن سيناريوهاته كتير، هل يهاجم زي ما بيقول ولا يعمل الكونتر اتاك ويدافع بشكل مميز ويهاجم النادي الاهلي؟ لان خلي بالكم مباراه الكاس اكيد متعلقه في اذهان اللاعبين ومتعلقه في اذهان كابتن حسام حسن والجهاز الفني، ان الدرس يبقى موجود في طبعا انت بتتعلم، واعتقد ان هو امام النادي الاهلي وقدراته الكبيره وقدرته على التحول في المباريات من جزء ممكن يكون هو عنده اخفاق الى نصر، هو ده موجوده باستمرار. فازاي تلاعب النادي الاهلي وخصوصا ان بطوله الدوري للنفس الطويل، الفريق النفس الطويل، ان انت لما تاخد نقطه من النادي الاهلي في مباراه زي كده في الدوري الممتاز غير لما تكون بتلعبه في كاس. فهو يمكن يكون وضعه ان هو حابب يبقى متواجد يتعامل مع النادي الاهلي الاكثر قدراتا فنيا والاكثر تجهيزا في الفرق المصريه بالشكل ان انا العبه ناخد بونت في نفس الوقت. ده وجهه نظري برضو عشان ما اقولش ان ده وجهه نظر كابتن حسام حسن في مواجهه النادي الاهلي، لكن ان انت بتاخد من النادي الاهلي بونت اعتقد ده بيبقى مكسب لبعض الفرق والفرق اللي موجوده في الدوري الممتاز. فبالتالي النهارده هنشوف مباراه جيده، هنشوف مباراه مجموعه من اللاعبين مميزين هنا وهنا، فده اللي احنا نتمناه لان هو ده اللي احنا دايما بنحبه نشوفه في كره القدم من خلال كرة القدم المصرية، خصوصا السنتين اللي فاتوا او السنة اللي فاتت والسنة دي. الدوري لما بيتطور منتخبنا بيتطور، وصلنا كاس عالم، الامور هتبقى مميزة. في بعض اللاعبين دلوقتي بيتمنوا ان هم يخشوا منتخبنا الوطني من خلال الدوري الممتاز، لعيبة محلية، عشان يشاركوا في هذا الحدث العالمي، وصولنا لكاس العالم واللعب في روسيا 2018. فبالتالي هو ده اللي احنا نتمناه. خليني اقول لكم الاسبوع 11 ومبارياته حتى الان. بتروجيت والرجاء كان يوم الاثنين وامبارح يعني، وكان الرجاء بيفوز على بتروجيت 1-0 في مفاجاه لهذه او هذا الاسبوع. الرجاء طبعا بقياده كابتن عماد النحاس، ويمكن كان الفتره اللي فاتت كان ما في كان في شويه اخفاق ليه بالنسبه للرجاء. ما نتكلم، هو لعب 11 مباراه فاز في اثنين طبعا بمباراه الامس، ولكن اما نتكلم على الخسائر 8 خسائر كانت كبيره جدا لفريق الرجاء. هو اكيد يعني كابتن عماد النحاس قعد مع فرقته، تعامله الشكل الاداري كمان بشكل مميز. فبالتالي فوز امبارح الرجاء على بتروجيت هي مفاجاه، وفي نفس الوقت تعتبر بدايه جيده لهذا الفريق في الدوري الممتاز. ايضا طلائع الجيش والنصر مفاجاه اخرى في الاسبوع 11، وفوز النصر على طلائع الجيش 3-1. يمكن كابتن سيد عيد وطبعا كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق طلائع الجيش كانت مفاجاه لي ان النصر امبارح ادى مباراه جيده جدا، 3 اهداف مميزه بيدل على يمكن ضعف الدفاع لفريق طلائع الجيش اللي احنا كنا متعودين منه في فتره من الفترات والسنين اللي فاتت ان قوه دفاعه بتمنع اي حد ان يحرز فيه اهداف، لكن فريق النصر بيحقق مفاجاه امبارح وبيفوز على طلائع الجيش 3-1. اما المفاجاه الاخرى بقى في الدوري او في هذا الاسبوع هو فوز مصر المقصه اللي كان بعيد خالص عن مستواه، هو في المركز التاسع دلوقتي حاليا بعد فوز امبارح بيفوز على نادي الزمالك الغنيم التقليدي طبعا للنادي الاهلي 3-1 في مباراه مميزه جدا لفريق مصر المقصه. القوه الهجوميه حسين الشحات بيتالق مع فريق مصر المقصه وبيتربع على قمه هدافي الدوري هذا الموسم حتى الان. فبالتالي انت امبارح لازم تستفاد زي ما بقول لكم، نتائج الاسبوع ال 11 والنتائج المباريات لازم انت كنادي اهلي تستفاد منها، لان انت برضه لسه عندك مؤجلات. يمكن دي كانت المباريات. اما المباريات اليوم كان في مباراتين، يمكن مباراه طنطا والمقاولون وانتهت بالتعادل 1-0، مباراه انبي والاسيوطي يعني لسه هتنتهي او يعني هقول لكم نتيجتها بعد قليل. لكن زي ما بقول لكم الاسبوع 11 في مفاجات كتير جدا لمباريات الدوري. ان شاء الله طبعا مباراه النهارده هتكون المصري والاهلي، ثم ان شاء الله يوم الاربعاء بكره هيكون مباراه الداخليه والانتاج الحربي وسموحه والاتحاد السكندري، واخيرا ختام الاسبوع 11 وادي دجله والاسماعيلي. دي مباراه الاسبوع 11، وزي ما بقول لكم لازم النادي الاهلي يستفاد بشكل كبير من نتائج